بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. أولى مباريات الموسم الجديد استاد الأشبال. النهاردة بطولة الجمهورية مواليد 2005 التي تنطلق اليوم بمواجهة الأهلي أمام بلدية المحلة في ملاعب الناشئين بمدينة نصر. كان يوم الأحد الماضي كانت أولى مباريات دوري الجمهورية، ولكن مواليد 2003 والتي انتهت بفوز النادي الأهلي 1-0 على بلدية المحلة أيضا، ولكن كانت المباراة في ملعب بلدية المحلة. النهاردة إن شاء الله كل التوفيق للاعبينا مواليد 2005، فريق عندنا فريق محترم، فريق مليء بالمواهب. قدر هذا الفريق أن يحسم أيضا بطولة الجمهورية في العام الماضي قبل انتهاء بطولة الدوري بجولات كثيرة. لكن قبل ما نروح للتحليل الفني لمباراة اليوم ونتكلم باستفاضة بقى مع ضيوف النهاردة محللي استاد الأشبال الكابتن محمد حشيش والدكتور أحمد ثابت، حابب أطمن حضراتكم على بعثة النادي الأهلي ومعسكر النادي الأهلي في النمسا. طبعا زي ما شايفين حضراتكم على قناة النادي الأهلي، ودايما معسكر النادي الأهلي لحظة بلحظة، دايما جمهور النادي الأهلي بيطمن على فرقته وعلى لاعبيه وعلى الجهاز الفني. بطمن حضراتكم النهاردة في مباراة ودية هتنطلق الساعة 6 مع إحدى فرق سلوفانيا، فرق قوية. لكن للأسف مباراة اليوم يعني كان الاستعداد لقناة النادي الأهلي إنها تذيع، لكن رغبة الجهاز الفني ومستر كولر إن فضل إن المباراة لن تذاع مباشرة على قناة النادي الأهلي. هيتم تسجيلها وفي وقت لاحق إن شاء الله ممكن يتم إذاعتها. ده رغبة الجهاز الفني، لكن الاستعدادات قوية، كل اللاعبين بمعنويات قوية زي ما احنا شفنا من خلال الصور وخلال الفيديوهات وخلال لقاءات اللاعبين على قناة النادي الأهلي، كل المعنويات مرتفعة. استعداد مهم جدا عشان الفترة القادمة وانطلاق مباراة السوبر الأفريقي، مباراة مهمة جدا أمام اتحاد العاصمة الجزائري اللي هتنطلق بعد 10 أيام. كل التوفيق لعيب النادي الأهلي. أيضا حابب أطمن كل جمهور النادي الأهلي على الكابتن محمود الخطيب. الكابتن محمود الخطيب إن شاء الله هيكون متواجد اليوم، هيتابع المباراة، وبكرة إن شاء الله هيسافر إلى فرنسا لإجراء بعض الفحوصات الطبية. هيستمر فترة خارج البلاد، هيكون فترة علشان إجراء الفحوصات الطبية، هيكون في تشيك أب كامل في فرنسا، ممكن يرجع مرة تانية ألمانيا، وده رغبة من الطبيب المعالج علشان يعمل تشيك أب كامل. كان من خلال حوالي 3 أيام كان في الجيم بيعمل إحدى التدريبات يعني العلاجية أيضا، وبيحصل له دوار يعني دوخة كده بسيطة، فكان رأس الكابتن محمود الخطيب ارتطمت في إحدى الحديد اللي موجود في الجيم، فكان استدعى الأمر حوالي 3-4 غرز وطلع للمستشفى سريعا وعمل له إجراء 3 غرز، والحمد لله هو دلوقتي بحالة صحية جيدة. لكن بكرة إن شاء الله هيتوجه زي ما قلت لحضراتكم إلى باريس علشان إجراء الفحوصات الطبية وتشيك أب كامل. بعثة النادي الأهلي الحمد لله الأمور جيدة جدا. النهاردة مباراة مهمة جدا هيشارك فيها طبعا كل اللاعبين علشان مستر كولر يبدأ يجهز كل اللعيبة للموسم الجديد والبطولة القادمة اللي هي بعد 10 أيام في المملكة العربية السعودية. ولما بتكلم عن المملكة العربية السعودية عندنا هناك ما شاء الله رابطة أو جالية مصرية كبيرة أهلوية هيكون ليها دور مهم جدا في هذه المباراة، ودي عادة دايما جماهير النادي الأهلي خاصة في المباريات التي تقام في السعودية. منذ دقائق انتهت قرعة مراسم كأس العالم للأندية. ولما بنتكلم عن كأس العالم للأندية هي بطولة كبيرة، بطولة تحت مظلة الاتحاد الدولي، بطولة محببة لكل جماهير النادي الأهلي. وزي ما احنا شايفين قدام حضراتكم دي صور من قرعة مراسم كأس العالم للأندية. القرعة، كابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ولاعب النادي الأهلي السابق، وده كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي. الأهلي دي المشاركة إن شاء الله هتكون التاسعة في تاريخ النادي الأهلي. المشاركة التاسعة للنادي الأهلي. هقول لحضراتكم الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية. الأهلي، اتحاد جدة السعودي، مانشستر سيتي، أوراوا الياباني، ليون المكسيكي، أوكلاند سيتي نيوزيلندي، ويوم 4 نوفمبر المقبل سيتحدد الفائز بلقب أمريكا الجنوبية.
هما دول السبع فرق ان شاء الله المشاركين في كأس العالم للأندية. هتنطلق مباريات النادي الأهلي امام الفائز من اتحاد جدة السعودي واوكلاند سيتي يوم 15 سبتمبر، يوم 15 ديسمبر هيتحدى الثاني. الأهلي سيواجه الفائز من اتحاد جدة السعودي واوكلاند سيتي. الدور نصف النهائي ان شاء الله لو ربنا كرم الأهلي وكان الأهلي موفق في هذا في هذه المباراة، ان شاء الله الأهلي هيواجه بطل امريكا الجنوبية. هو ده مشوار النادي الأهلي. ولكن دايما في كأس العالم للأندية زي ما قلت لحضراتكم هتكون دي المشاركة التاسعة للنادي الأهلي، الرابعة على التوالي. النادي الأهلي قدر يحصل على ثلاث ميداليات برونزية من قبل في هذه البطولة، لكن دايما جماهير النادي الأهلي بيكون ليها دور مهم جدا في هذه البطولات، خاصة كمان ان البطولة مقامة في المملكة العربية السعودية. طبعا زي ما احنا بنشوف وبنتابع الدوري السعودي في طفرة كبيرة في الكرة السعودية، فأكيد التنظيم هيكون على أعلى مستوى، تنظيم يليق بالمملكة العربية السعودية وتنظيم أيضا يليق بالمنطقة العربية، فده شيء متأكدين منه. ولكن إن شاء الله جمهور النادي الأهلي هيكون حاضر كالعادة، هيكون اللاعب رقم واحد سواء في المباراة المقبلة أمام اتحاد العاصمة الجزائري أو في مباريات كأس العالم للأندية. كان ممثل النادي الأهلي في القرعة هو الكابتن حسام غالي، زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم صورة الكابتن حسام غالي بجوار كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي. خلال الفترة السابقة بيطلع كلام كتير، كلام كتير على الكابتن حسام غالي. الكابتن حسام غالي ما حضرش الحفل بتاع تكريم الفرق الفائزة في النادي الأهلي، أصل الكابتن حسام غالي زعلان. طب ما الدكتور مهند مجدي عضو مجلس اداره النادي الاهلي ما حضرش الحفل ايضا واعتذر بسبب ظروف ما. طب ليه النهارده ما اتكلمناش عن غياب الدكتور مجدي؟ ليه دايما بنربط الاحداث بالكابتن حسام غالي؟ اصل الكابتن حسام غالي زعلان من احدى الصفقات ما، فالكابتن محمود الخطيب قال ان الكابتن حسام غالي يسافر علشان نرضي الكابتن حسام غالي. طبعا الكلام ده عار تماما من الصحه. ومن هنا بوجه كلامي للكابتن محمد فاروق نجم الأهلي السابق، وهو عارف ان ليه معزه شخصيه عندي، واحد من نجوم الأهلي السابقين. ما ينفعش يا كابتن محمد فاروق ان دايما تتناول اخبار النادي الأهلي بصوره سلبيه. دايما في عز النادي الأهلي وهو بيكسب البطولات وهو واقف على منصات التتويج وهو الممثل المشرف للكره المصريه، ودايما نتكلم في الكلام ده. وطبعا الكلام ده عاري تماما من الصحه، مفيش الكلام ده. كابتن حسام غالي هو أولا واحد في لجنة التخطيط وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وهو بيلتزم الصمت في أمور كثيرة، ما بيرضاش يطلع ولا يتكلم ولا يرد، ويقول دايما هو ده شعارنا في النادي الأهلي. كابتن محمود الخطيب قال لنا إن احنا نلتزم دايما بالعمل، دايما ما نردش على كل الكلام ده، لكن دايما تركيزنا مع فرقتنا. علشان كده النهارده الكابتن حسام غالي موجود النهارده في المملكة العربية السعودية في قرعة كأس العالم للأندية. أتمنى من الكابتن محمد فاروق، هو عارف معزته الشخصيه عندي، واحد من الناس اللي انا بقدرها على المستوى الشخصي، ان دايما يراجع معلوماته او دايما يراجع الكلام اللي بيقوله اللي بيخص النادي الاهلي. دي كانت المقدمه السريعه بتاعتنا، وحابب دلوقتي نروح لفاصل عشان بقى نستقبل ضيوفنا الكرام الكابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت، وتحليل فني شامل عن اولى مباراه الجمهوريه مواليد 2005، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بضيوف استاد الاشبال المحللين الكبار كابتن محمد حشيش. منورنا كابتن حشيش. ازيك اسام، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. مستعد للموسم الجديد؟ اه كل سنه وانتم طيبين. بقى بدايه موسم جديد، الموسم الكام بقى ولا مش عايزين نقول لك كتير؟ ده الرابع على التوالي. الرابع على التوالي. فكره استاد الاشبال. طبعا فكرة طبعا الحمد لله يعني ناجحة جدا جدا، والناس كلها مبسوطة طبعا وبتستنى دلوقتي الاستوديو يعني. بنقدم طبعا يعني وجبات دسمة، وبنعرف الناس على اللعيبة اللي في الأعمار دي وأمل النادي الأهلي
في المراحل اللي جايه. نتمنى ان شاء الله النهارده نشوف بقى بدايه كويسه للنادي الاهلي ومستويات بقى جديده ونجوم ان شاء الله تبقى ايه واعده مستقبليه للفريق الاول ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور التحليل دكتور احمد ثابت منورنا يا دكتور. ده نور يا كابتن اسامه، تحياتي لحضرتك وتحياتي للكابتن محمد، وسعيد بالتواجد مع حضراتكم، وان شاء الله يكون موسم خير باذن الله ونقدم كده وجبه دسمه للناس ان شاء الله. الحمد لله يعني استاد الاشبال عامل حاله كويسه، وكمان يعني انا ملاحظ ان في لعيبه كتير من الاشبال تم ان هي تتشاف من خلال استاد الاشبال ومن خلال المباريات، وحتى بقى بيجي لهم عروض من الممتاز. يعني لو قلنا اسماء مثلا واحد زي عبد الله بستانجي في 2005 راح اعاره سموحه، محمد رأفت جاي له عروض من البنك صحيح. الاهلي كأكتر من لاعب ما كانش الناس تسمع عنهم، بدأت ان هم يتشافوا من خلال استاد الاشبال ويجوا والجهاز الفني اللي فوق، والجهاز الفني طبعا بدأوا يشوفوهم، وكذلك برضو المدربين شفنا عروض لمدربين في من القطاع الناشئين في النادي الاهلي بدأ يجي لهم عروض. فالحمد لله في لعيبه صعدت للفرقه، في لعيبه زي معتز محمد اخرهم معتز محمد، وكان قبلهم عبد المنعم ومحمد عبد المنعم ومصطفى شوبير وحمزه علاء وزعلول ورافت خليل محمد رافت وكريم الدبيس، اسماء كتير تم تصعيدها. فالحمد لله ان شاء الله نقدم للناس موسم يكون كويس وخير على النادي الاهلي ان شاء الله. كابتن حشيش قبل ما نروح لمباراه اليوم الاهلي امام بلديه المحله، اولى مباراه كاس يعني بطوله الجمهوريه دوري الجمهوريه، منذ دقائق انتهت قرعه مراسم كاس العالم للانديه. الاهلي هيواجه ان شاء الله الفائز من اتحاد جده السعودي امام اوكلاند سيتي، الفائز فيهم هيواجه الاهلي. شفت القرعه ازاي وحظوظ النادي الاهلي ايضا في كاس العالم للانديه؟ دي المشاركه الرابعه على التوالي للنادي الاهلي، التاسعه في تاريخه. طبعا المشاركه الرابعه زي ما انت قلت، فخلاص يعني النادي الاهلي خد خبرات في كاس العالم للانديه، وبقى يعني من الانديه المصنفه طبعا احرز الميداليه اكثر من مره. ما بقاش فارق مع النادي الاهلي يقابل مين دلوقتي، بقى احنا بنبص ان شاء الله السنه دي ان احنا نعدي بقى الميداليه وناخد حاجه اكتر من كده، وليه لا نوصل للنهائي وليه ما ناخدش الكاس. يعني ده من طموح النادي الاهلي ما بيقفش عند حته معينه، فان شاء الله بالتوفيق اي حد في الفرقه دي. اوكلاند قابلناه قبل كده، الاتحاد السعودي طبعا عارفينه من خلال طبعا الدوري السعودي. ان شاء الله الاهم ان احنا نكون مستعدين ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه، وزي ما قلت لك يعني بنطمح وامل مجلس اداره النادي الاهلي واللعيبه والجهاز والجمهور ان الاهلي يروح لابعد من كده ان شاء الله باذن الله. تواجد البطوله في المملكه العربيه السعوديه دوله عربيه شقيقه، اكيد التنظيم هيكون على اعلى مستوى دكتور احمد، لكن جاليه النادي الاهلي ورابطه النادي الاهلي ومشجع النادي الاهلي في السعوديه ان شاء الله يكون لها اثر كبير في البطوله دي. طبعا ده سؤال مهم جدا، لان انا دايما رهاني على جمهور النادي الاهلي، وطبعا المباراه القادمه من اتحاد العاصمه الجزائري. طبعا الرهان دايما جمهور الاهلي في السعوديه، انا بشوف ان من احسن الجاليات الموجوده في الوطن العربي للنادي الاهلي في السعوديه. وشفناها قبل كده في كره اليد وفي كره السله، الحضور الجماهيري لجماهير النادي الاهلي في السعوديه بتبقى خاصه الرابطه الموجوده هناك بتعمل يعني حضور جماهيري كبير، ودايما الرهان عليهم. المباراه طبعا هتكون انت بتواجه الفايز من اتحاد جده واوكلاند سيتي، الاقرب طبعا اتحاد جده لان البطوله على ملعبه وهو مستضيف البطوله، ولكن انا بشوف ان شاء الله ان جماهير الاهلي هتكون اكتر من جماهير اتحاد جده. الرهان ان شاء الله يعني ان شاء الله جماهير الاهلي تكون اكتر من جماهير اتحاد جده. في الطائف مش كده؟ مواجهه صعبه طبعا اتحاد جده دلوقتي. لا المباراه القادمه هتكون في الطائف، اتحاد العاصمه الجزائري. أيوة. مباراه السوبر الافريقي. فالمواجهه طبعا صعبه، كانتي وديانج هيتقابلوا المره الثانيه، السنه اللي قبل كده اتقابلوا في تشيلسي لما كان في تشيلسي، وكانتي ساعتها طلب ان هو يتصور مع ديانج في البطوله، وكانت في الامارات، وساعتها الزميل رئيس التحرير استاذ محمود شوقي هو اللي لقط الصوره يعني بتاعت ديانج. ساعتها ديانج كانتي طلب من موسيماني ان هو يتصور مع ديانج، يعني لان الاثنين من مالي. أيوة. من نفس الجنسيه يعني، فهم ساعتها كان في الاتوبيس فراح ان هو طلب مع الصوره. فده دي عظمه النادي الاهلي ان هو بيتواجد دايما، بيحطك في محافل كل سنه بتقابل فرق صحيح. اقوى من الثانيه. النهارده انت بتقابل اتحاد جده، بعد اتحاد جده في نص النهائي يبقى بطل امريكا الجنوبيه اللي هو فيه ثلاث يعني لسه هم دلوقتي في نص النهائي منهم ثلاث فرق برازيليين، فلومينينزي وانترناشونال وبالميراس البرازيلي. اقوى فرقه بالميراس هي المرشح الاقوى، ومعاهم بوكا جونيور الارجنتيني. طبعا ده هيتحدد قريب، وبعد كده بقى النهائي. انا شايف الناحيه الثانيه طريق مانشستر سيتي سالك.
طريقهم اسهل هو شويه. طبعا بص دايما البطوله دي والقرعه والسبونسر الرعاه دايما بيمهدوا الطريق لبطل اوروبا وبطل امريكا الجنوبيه. بس النادي الاهلي تحديدا عامل حاله اكتر من امريكا الجنوبيه. النادي الاهلي في اخر ثلاث سنين افضل، يعني النادي الاهلي 2020 الثالث، 2021 الثالث، 2022 الرابع. فان شاء الله ان شاء الله نحاول باذن الله السنه دي ان احنا نمشي بشكل كويس. مباراه اتحاد جده صعبه قبل كده كنا قابلناهم 2005. ايام 2005 وكانت الخساره منهم، فان شاء الله يعني تكون عندنا حاجه كده عايزين ايه نرد بقى والنادي الاهلي غير دلوقتي. انا كنت موجود وقتها، كانت دي اول المباريات لينا في كاس العالم للانديه. وكنا في بنلعب في اليابان وقتها. وكنا لسه مش عارفين مدى قيمه كاس العالم للانديه، وما كانش عندنا الخبرات كجيل وقتها وكلاعبين. لكن الجيل الحالي ما شاء الله دي المشاركه الرابعه على التوالي، وحقق 2 برونزيه كاس عالم، فعندهم خبرات كبيره. كولر برضه من لعيبه اتحاد جده، كولر برضه دي المشاركه الثانيه ان شاء الله تكون ليه في كاس العالم للانديه باذن الله. لعيبه النادي الاهلي عندها اكتر فرقه عندها خبرات في البطوله، ان هي بعيدا عن اوكلاند، لان اوكلاند مستواه يعتبر اضعف بكتير. لكن النادي الاهلي لعيبته عندها خبرات. انت عندك اتحاد جده هتقابل مثلا في وسط الملعب كانتي وفابينيو وعبد الرزاق حمد الله ورومارينو وكورنادو، وقدام كريم بنزيما طبعا اسماء كلها كبيره. ان شاء الله انا شايف ان الدافع عند النادي الاهلي والتواجد الجماهيري، انا براهن دايما على جمهور النادي الاهلي. اي بطوله النادي الاهلي هيلعبها في السعوديه راهن على جمهور النادي الاهلي. لكن دايما زي ما كولر قال، دايما المباراه القادمه هي المباراه الاهم. النهارده الاهلي عنده مباراه الساعه 6، يعني مباراه وديه تجهيز للاعبين، وان شاء الله هتكون المباراه الرسميه يوم 15 سبتمبر. دي اتحاد العاصمه الجزائري، دي بطوله السوبر الافريقي، ودي كل اعين جماهير النادي الاهلي دي اللي هتتجه ناحيتها، وده كل التركيز فيها. لما كاس العالم للانديه هيبقى ليه وقته وليه تحليله. واول يعني قدر النادي الاهلي برضه اول مباراه رسميه تبقى ببطوله. بطوله طبعا، عشان كده كان مهم جدا ان الاهلي يعمل معسكر اعداد في النمسا. صحيح. كابتن حشيش، زي ما الفريق الاول بيعمل معسكر اعداد في النمسا، ايضا قطاع الناشئين مرصود له ميزانيه محترمه، في بنيه تحتيه محترمه. صحيح. بيعمل برضو ايضا معسكر في الاكاديميه البحريه في اسكندريه، واستعداد ايضا لناشئ النادي الاهلي. هو الحقيقه الفتره الاخيره الاهتمام بقطاع الناشئين ابتدى يعني يبقى موجود عكس الاول. نفس يعني التجهيز طبعا مع الفارق طبعا، انما في تجهيز وفي معسكرات وفي تدريب كويس وفي اختيارات مدربين كويسه. اعتقد ده كله بان المردود السنه اللي فاتت من خلال الاعمار السنيه المختلفه. السنه دي ان شاء الله باذن الله انا شايف ان هم استعدوا وعملوا معسكر كويس، ومعاهم كابتن علاء طبعا. علاء عبده مدرب كويس وعامل نتائج كويسه السنه اللي فاتت، كان ماسك الفرقه دي السنه اللي فاتت برضه. الجديد اللي هنعرفه بقى من المباراه النهارده بقى، طبعا اكيد في اضافات على الفريق غير السنه اللي فاتت، هيبقى فيه انتدابات يعني موجوده، وهنشوف ان شاء الله باذن الله الشغل. ونتمنى ان البدايه يعني تبقى بجديه طبعا من النادي الاهلي، ومباراه على ارض النادي الاهلي يعملوا اداء كويس. نشوف اسامه الدوري الانجليزي، يعني احنا زمان كنا بنقول ايه، اصل الاسبوع الثاني، اصل احنا لسه في الاسابيع الاولانيه. الدوري الانجليزي من اول اسبوع، من اول دقيقه لغايه الدقيقه 100 بيلعبوا طحن، وتحس ان هم مفيش حاجه اسمها لسه لياقه المباريات، ما عندهمش الحته دي اللي احنا كنا المفهوم القديم بتاعنا دلوقتي من البدايات. فاحنا عايزين نكتسب برضو يعني الخبرات اللي بره دي، ان يبقى فيه استعداد جدي وبدايه قويه، والناس كلها تبذل اقصى مجهود من البدايه، وان شاء الله تشوف مباراه كويسه ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور احمد، بعد وجود الكابتن خالد بيبو مدير الكوره وتولي الكابتن وليد سليمان، كان النائب ليه، دلوقتي دخل الكابتن وليد سليمان، وجود الكابتن بدر رجب، واحد برضه من عناصر الخبرات الكبيره، واحد من العيون المكتشفه لكثير من المواهب، اضافتين مهمين لقطاع الناشئين. طبعا تواجد الكابتن بدر رجب تحديدا واحد من احسن الناس اللي هي عندها اكتشاف المواهب، واكتشفت نجوم كتير وصعدت نجوم كتير، وكان يعني ليه اسماء كتير قوي تم اكتشافها طبعا، هو اللي مكتشفهم، سواء بقى كهربا، اسماء كتير يعني من الذكر عشان ما ننساش حد. بدر كابتن بدر رجب واحد من الناس اللي هي متخصص كمان بالجزء الفني في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. اما الكابتن وليد سليمان طبعا رئيس قطاع الناشئين، واحد برضه من الكوادر، ده بيأكد ان النادي الاهلي دايما بيحط الكوادر الصاعده ليه، بيحاول ان هو يحطها تدريجيا يدرجها في المناصب. شفنا الكابتن وليد سليمان، الكابتن وليد سليمان واخد الجزء الاداري اكتر، الكابتن بدر رجب واخد الجزء الفني. تمام. ودي حاجه برضو تحسب ان النادي الاهلي بيهتم وبيعد كوادر لقدام بالتخصص. يعني برضو كابتن خالد بيبو لما بدا
بدأ الأول في الأكاديميات، بعدين دلوقتي بقى رئيس قطاع الناشئين، بعد كده بقى مدير للكورة. يعني الترقية دي اللي بتحصل دي التدرج في المناصب، إن أنت بتكتسب خبرات مش مرة واحدة. صح. بتبقى مدير للكورة للنادي الأهلي برضو. حتى الكابتن سيد لما بدأ برضو إن هو أكاديميات وكذا، وبعدين راح مدير للكورة. فده نظام النادي الأهلي دايما، إن هو النادي مؤسسي بيعمل كوادر اللي قدام، وده بصراحة تحسب للنادي الأهلي، وإن شاء الله يكون لهم بصمة في خلال الموسم، سواء الكابتن بدر رجب أو الكابتن وليد سليمان. طيب نشوف مع بعض مباريات الأسبوع الأول من دوري الجمهورية مواليد 2005 اللي هينطلق النهاردة. كل مباريات الساعة الرابعة هينطلق النهاردة. الأهلي أمام بلدية المحلة في ملاعب الناشئين بمدينة نصر. فاركو هيواجه وادي دجلة، زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم. الأهلي أمام بلدية المحلة، فاركو أمام وادي دجلة، غزل المحلة يواجه أسيوط، سيراميكا كليوباترا يواجه زد اف سي، الاسماعيلي يواجه حرس الحدود، والمقاولون العرب امام سموحه، بيراميدز امام القناه، والزمالك امام الجونه، وام بي امام الاتحاد السكندري، وبتروجيت امام فيوتشر. هي دي مباريات الاسبوع الاول من دوري الجمهوريه مواليد 2005 زي ما احنا شفناه قدام حضراتكم. اقول لحضراتكم برضو التشكيل النهارده. الاهلي اللي هيبتدي بيه المباراه في حراسه، طيب في حراسة المرمى حازم كامل، خط الظهر باك رايد يوسف سيد عبد الحفيظ، احمد عبدين اتنين مساكين، احمد عبدين ومحمود لبيب، وباك ليفت امير علاء، ثلاثي خط الوسط احمد وحيد كباكا فارس خالد، الثلاثي الامامي ناحيه اليمين محمد عبد الله، عمرو بيبو ناحية الشمال، ومهاجم محمد رأفت. ده تشكيل النادي الأهلي اللي هيواجه بلدية المحلة. تاني، حازم كامل، يوسف سيد عبد الحفيظ، أحمد عبدين، محمود لبيب، أمير علاء، ثلاثي خط الوسط أحمد وحيد كباكا فارس خالد، الثلاثي الأمامي عمرو بيبو محمد عبد الله، وفي الأمام محمد رأفت. هقول لحضراتكم أيضا البدلاء: عمر كامل، يوسف اسلام، ابراهيم عادل، زياد سامي، عبد الرحمن عماد، يوسف جمال، وسيف ايمن، وعمر سيد معوض، وحسام عادل. هو ده تشكيل النادي الاهلي او قائمه النادي الاهلي لمباراه اليوم. كابتن حشيش، يعني من التشكيل اللي احنا قلناه دلوقتي واستعرضناه، طريقه النادي الاهلي 4-3-3، دي الطريقه المعتاده للكابتن علاء عبده. تمام، ويمكن دي الطريقة المفضلة عند الفريق الأول، فأكيد في تنسيق بين الفرق الكبيرة طبعا، الجهاز الفني مع طبعا أجهزة الناشئين، إن بيحاول طبعا يعني يدرب الفرق على طريقة النادي الأهلي، عشان اللعيبة طبعا لما تطلع وتصعد للدرجة الأولى ما بقاش في اختلاف في الطريقة أو الأسلوب. مع طبعا وضع بقى بيدي طبعا حرية للمدير الفني، يبقى عنده مرونة هو تكتيكيا، نقدر يعني ممكن يحول الطريقة دي لطريقة تانية خلال المباراة وعلى حسب ظروف المباراة، بس هي الطريقة الأساسية وهي دي طريقة النادي الأهلي 4-3-3. نفس طريقة الدرجة الأولى يا دكتور ثابت. الاثنين الارتكاز واحد وقدامه اثنين مساندين، نفس طريقة مارسيل كولر، وتوحيد طريقة اللعب مع قطاعات الناشئين حاجة مهمة جدا. طبعا حراسة المرمى حازم كامل برضو واحد من الحراس الممتازين في قطاع الناشئين. الاثنين المساكين، هو الوقت التشكيلة بقت خليطة ما بين 2000 خليط ما بين 2006 وخليط ما بين حازم جمال وخليط ما بين 2005. تمام، الحازم جمال في حراسة المرمى، الاثنين المساكين احمد عبدين ومحمود لبيب. محمود لبيب هو اللي بيلعب ناحية الشمال بالقدم اليسرى، احمد عبدين هو المساك اللي بيلعب ناحية اليمين. الباك رايت برضو دي توظيف جديد، يوسف سيد عبد الحفيظ. يوسف سيد عبد الحفيظ دايما في وسط الملعب، كان بيلعب دايما مركز 6 أو 8. النهارده كابتن علاء عبده دافع بيه في الموسم الجديد كظهير ايمن. تجربه ليوسف سيد عبد الحفيظ كظهير ايمن. ناحيه الشمال امير علاء، وهو واحد من الباكات الشمال اللي هم واعدين في قطاعات الناشئين. طيب هسيبك تتكلم عن التشكيل وكل لاعب باستفاضه دكتور ثابت، لكن كان في بدايه حلقتنا النهارده كنا بنطمن جمهور النادي الاهلي على بعثه النادي الاهلي والمباراه اليوم في النمسا. نروح اكتر عشان نقرب من الصوره من زميلنا فاروق صلاح عشان يطمنا على بعثه النادي الاهلي. تحياتي ليك يا فاروق، وتحياتي للكابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت، ولنا اخر الاستعدادات النهارده للمباراه الوديه النهارده للنادي الاهلي امام احدى فرق سلوفينيا. ولنا ايه الاخبار عندك؟ خليني ارحب بيك يا كابتن اسامه، برحب بيك وبرحب بكابتن مصر الكابتن محمد حشيش وبالدكتور احمد ثابت، وارحب بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان.
يعني احنا خلاص الطريق تحرك من مقر اقامه النادي الاهلي في بلد تيتس مندورف، هو التوجه الى يعني جرابس المدينه اللي هتستضيف مباراه الاهلي المباراه الوديه. الناس امام يعني الرابع ترتيبه في الدوري الرابع للدوري السلوفيني، واحد من الفرق اللي يعني بتلعب في بطوله اوروبا. يوم فارض عليه مستر كولر الطابع الرسمي، اكنك رايح تلعب مباراه رسميه، محاضره قبل التحرك، كلام وتوجيهات مع اللاعبين، الامور المعتاده دايما يا كابتن اسامه، اكنك رايح تلعب مباراه في بطوله او مباراه في بطوله الدوري. دي من الامور المهمه جدا فرض عليها الطابع الرسمي. اليوم بماشي بنفس السيناريو اللي يعني في المباراه الرسميه المعتاده دايما من مستر كولر. بالامس كان في تراي ماتش مستر كولر. خليني اقول لك ان يعني انا عارف ان انت دايما يا كابتن اسامه، الكابتن حشيش، الدكتور احمد ثابت، اول حاجه بنتكلم عليها او بتيجي في بالك تقول لي يا فاروق طمنا على اللعيبه الناشئين. خليني اقول لك ان واحنا النهارده كمان بنستعرض استاد الاشبال اولى مباريات الموسم الجديد مع 2005، وعندك النهارده لعيبه موجوده في 2005 زي معتز محمد، زي زعلوك، عندنا في 2003 رافت خليل ومخلوف. يعني خليني اقول لك بقى يا كابتن اسامه في النقطه دي بالتحديد، ان مستر كولر يعني مدي اهتمام كبير جدا للعيبه الناشئين، سواء معتز محمد، سواء اللاعب زعلوك، سواء رأفت خليل، يعني او كريم الدبيس. والامر ده بالتحديد يا كابتن اسامه، يعني احنا عارفين ان النادي الاهلي في الفتره الاخيره اضاف مطور اداء وهو مستر كارلوس. وبالمناسبه كارلوس كان هو المدير الفني لكهربا وياسين المكاري لما الاثنين كانوا بيلعبوا مع بعض في الدوري السويسري، فكان مستر كارلوس هو المدير الفني للفرقه اللي كان بيضم ياسين المكاري محلل اداء وكهربا. فكان في يعني تعب اللعيبه بالاحضان وحاله ود كبيره جدا ما بينه وتفاهم ما بينه وما بين كهربا. المدرب الجديد مطور الاداء، خليني اقول لك ان مستر مارسيل كولر يعني مديله مهمه ان معاه زعلوك يشتغل معاه على طريقه انهاء الهجمه بشكل سليم. ده بيبقى جزء شغال عليه الى جانب ده التمرين، ده زي ما كنا بنقول التمرين التخصصي. بالظبط يا كابتن اسامه، ده التمرين التخصصي. اكتشف ايضا حاجه ودي خليني اقول لك برضو، اتفرج على مباريات اللاعب معتز في مباريات الناشئين، المباريات اللي حضرتك كنا بنذاعها من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، فلقى ان اللاعب عنده مهاره ايجاد ضربات الراس. حقيقي. فبدا يشتغل مع مستر كارلوس ان هو يطور هذه المهاره عنده وينميها. كويس. اللاعب رأفت خليل بيلعب بقدم اليسرى، بيشتغل معاه انه يلعب بالقدم اليمنى والقدم اليسرى، لانه لاعب من اللعيبه اللي شايف انها تكون مستقبل للنادي الاهلي، يقدر يجيد اللعب في الجناح الايمن والجناح الايسر. من النقاط المهمه ايضا خالد عبد الفتاح. خالد بالنسبه لمستر كولر لعيب جوكر، بيقدر يلعبه باك رايت، يلعبه باك شمال، او يلعب قلب دفاع. فمستر كولر شايف ان لازم خالد يلعب برجليه الاثنين. كويس. فمستر كارلوس بيشتغل معاه انه يلعب بالقدم اليسرى زي ادارته بالقدم اليمنى. زعلوك واحد من اللعيبه اللي بقول قلناها يا كابتن اسامه المره اللي فاتت، مستر كولر بيثق فيه جدا، مديله اهتمام كبير جدا، بيشتغل معاه على طريقه انهاء الهجمه بشكل سليم. فدي ابرز الامور الخاصه باللعيبه الناشئين. الجو العام بقى والحاله يا كابتن اسامه، تركيز كبير جدا، اختيار موفق جدا من النادي الاهلي للتوقيت وللمكان. اعتقد حاله الصفاء الذهني اللي عند اللاعبين هيكون مردوده مش في فتره قصيره، هيكون على المدى على مدى الموسم. في لعيبه خلاص تقدر تقول بلغه الكوره اندمجت مع النادي الاهلي، امام عاشور ودور كبير جدا لكهربا انه ساعده ودخله في اجواء الفريق. رضا سليم اللي يعني بقول لحضرتك كلام ويعني مش هنقول على مسؤوليتنا الخاصه، ما شاء الله، ولكن طبقا للرؤيه اللي احنا شايفينها من اول تمرين احد اهم الصفقات اللي النادي الاهلي ابرمها مؤخرا رضا سليم. طاهر محمد طاهر بادئ الموسم بمستوى يعني ما شاء الله. قفشه، حسين الشحات، عبد القادر. الحاله العامه يا كابتن اسامه، كريم ميدفيد، هو عايز اقف عند كريم ميدفيد. كريم ميدفيد واحد من اهم الاوائل اللي فعلا كان اعادته وعودته للنادي الاهلي مكسب كبير للنادي الاهلي، بجانب طبعا صلاح محسن مع كهربا في خط الهجوم. اخيرا يا فاروق، كان في رغبه قويه عند قناه النادي الاهلي انها تذيع المباراه، لكن رغبه مستر كولر ان يفضل لا، يعني ممكن تسجلوا المباراه لكن مش حابب انه يذاعها دلوقتي برضو، عشان يعني يبقى يعني يقدر يخفي معالم الفرقه، عشان انت داخل على مباراه مهمه يوم 15 سبتمبر هي السوبر الافريقي.
بالظبط يا كابتن اسامه، انت عارف يعني احنا كفريق عمل قناه النادي الاهلي او يعني اداره اعلام النادي الاهلي او البعثه الاعلاميه المرافقه لفريق النادي الاهلي، احنا عندنا امكانيات ان احنا نذيع وان احنا طبعا نغطي الحدث. طبعا الاعلاميه طبعا زي ما حضرتك عارف موجود معانا الاستاذ ايهاب الخطيب رئيس قناه النادي الاهلي والبعثه الاعلاميه بالكامل، فكل الامور اللي كانت يعني عاملين ترتيباتنا من واحنا ماشيين من القاهره ان احنا نذيع الماتش وننقل الماتش واخدين معانا كل الكاميرات، لكن دايما بيبقى هدفنا احنا ان احنا نساعد الفريق ان احنا نحافظ على سريه الجهاز الفني، نحافظ على سريه المعسكر. لذلك مستر كولر فضل انه كنوع من الجانب السري شويه او الجانب الفني انه المباراه تكون غير مذاعه، لكن ان شاء الله انا هتابع مع حضرتك على مدار المباراه. اخيرا يا فاروق، طمنا على كابتن محمود الخطيب النهارده هيتابع المباراه النهارده وغدا سيتوجه الى باريس علشان يعني اجراء الفحوصات الطبيه. بالفعل يا كابتن اسامه، ويعني مش محتاج ان انا اتكلم على الكابتن الخطيب لانه الكابتن الخطيب كل التفاصيل في رغم التعب يتحمل على نفسه، يتابع كل الامور سواء مع اللاعبين مع الجهاز الفني مع الجهاز الاداري. عايز اقول لحضرتك وجود الكابتن الخطيب بالنسبه للاعبين بتحس انك يعني زي ما بنقولها بلغه الكره ليك ظهر، او ان انت موجود حاسس بامان في وجود الكابتن الخطيب. الكابتن الخطيب بيطمن اللعيبه طول الوقت يكون موجود، لان كان في حاله قلق شويه من اللاعبين على الكابتن الخطيب، فالكابتن الخطيب بدا ان هو يكون طول اليوم متواجد مع اللعيبه في كل الوجبات في التدريب، فالنهارده طبعا هيكون موجود في المباراه الوديه، ثم غدا ان شاء الله هيتوجه الى فرنسا. نتمنى له الشفاء ورحله على خير موفقه للكابتن الخطيب. واحنا بنشكرك شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح من النمسا، ونروح لملاعب الناشئين في مدينه نصر، وايضا معانا زميلنا محمد توفيق عشان يحطنا في اخر الاستعدادات، استعدادات الفريقين الاهلي امام بلديه المحله في ملاعب الناشئين. تحياتي لك يا توفيق، وتحيات الكابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت، اتفضل. مساء الخير كابتن اسامه، تحياتي لحضرتك كابتن محمد حشيش دكتور احمد ثابت وكل مشاهدي قناه النادي في كل مكان. كل سنه وحضراتكم طيبين، وبدايه يعني موسم قطاعات الناشئين ومباراه الناشئين على شاشه قناه النادي الاهلي، يمكن دي اول مباراه في الموسم نزاعها، يمكن سبقها فقط مباراه الاهلي وبلديه المحله مواليد 2003، والحمد لله النادي الاهلي فاز بهدف مقابل لا شيء. النهارده مباراه 2005 الاهلي وبلديه المحله، واجواء اكثر من رائعه كابتن اسامه. يمكن طبعا رد فعل الفريقين على اذاعه المباراه النهارده اكثر من رائع، الناس كلها سعيده باذاعه المباراه، كمان فرق خاصه فريق بلديه المحله اتكلموا معايا ان هم مبسوطين جدا في اول ظهور ليهم منذ سنوات طويله في دوري الجمهوريه يكونوا موجودين، وتكون المباراه مذاعه على قناه كبيره بحجم قناه النادي الاهلي. يمكن هنا الجو حر شويه بس كابتن اسامه، درجه الحراره تقريبا 36 درجه مئويه، ولكن حاله الملعب اكثر من رائعه. ملعب هنا قطاع الناشئين ظهر بصوره رائعه جدا في بدايه الموسم، يمكن كمان بقى بدايه الموسم مع فريق 2005، يمكن الفريق عمل يعني بطوله رائعه جدا الموسم اللي فات كابتن اسامه، انهى بطوله الدوري العام متصدرا وحصل على لقب قبل نهايتها بسبع مباريات وبفارق 21 نقطه عن اقرب منافسيه. الجهاز الفني بالكامل يا كابتن اسامه مستمر باستثناء بس مدرب حراسه المرمى كابتن تامر دسوقي، مدرب الحراسه هو العنصر الجديد اللي انضم لجهاز كابتن علاء عبده المدير الفني للفريق. يمكن استعداد اكثر من رائع للفريق، وطبعا قطاع الناشئين برئاسه كابتن وليد سليمان وكابتن بدر رجب ما بخلش على كل الفرق. يمكن الفريق بدا فتره الاعداد منذ شهرين تقريبا، كان في معسكر مغلق في الاكاديميه البحريه بالاسكندريه لمده اسبوع، يمكن الفريق خاض فيه مباراتين قويتين جدا امام حرس الحدود وامام المجد السكندري. وبشكل عام يمكن الفريق خلال فتره الاعداد كابتن اسامه خاض خمس مباريات وديه فاز فيها اربعه وتعادل في مباراه واحده. يمكن طبعا تم يعني تعزيز الفريق بعدد كبير جدا من فريق مواليد 2006، خاصه مع غياب ثلاثه من العناصر الاساسيه عن الفريق في بدايه الموسم. يمكن طبعا بيغيب عبد الله بستانجي لاعارته لنادي سموحه، يمكن تم اعارته للعب كفريق اول في نادي سموحه وهو مواليد 2005، وبالطبع نجمي الفريق معتز محمد المدافع ومحمد زعلوك مهاجم الفريق اللي موجودين حاليا دلوقتي مع الفريق الاول في النمسا في معسكر اعداد الموسم الجديد. يمكن طبعا في قائمه المباراه النهارده ظهر عدد كبير جدا من لاعبي فريق 2006، ان شاء الله يؤدوا ما عليهم ويكونوا عون لزملائهم في الفريق 2005، وتكون ضربه بدايه قويه جدا زي ما قال لي كابتن علاء عبده، عايزين نستثمر نتائج الفريق الرائعه الموسم الماضي وتكون البدايه قويه باذن الله رب العالمين. يمكن كمان بيقود المباراه تحكيميا طاقم تحكيم بالكامل من منطقه القاهره، حكم اول طبعا كابتن هيثم عثمان، مساعد اول خالد حسام طه، ومساعد ثاني احمد عبد الغني. كل الاجواء هنا اكثر من رائعه كابتن اسامه، نتمنى انها تكتمل بان نشوف مباراه قويه جدا وتكتمل باذن الله بفوز النادي الاهلي، تبقى خير بدايه وباذن الله كل مشاهدي قناه النادي الاهلي وكل جمهور مصر يستمتع باستاد الناشئين واول مباراه هذا الموسم. كمل كابتن اسامه اتفضل. نشكرك شكرا جزيلا زميلنا محمد توفيق، واكيد هنتواصل معاك مره ثانيه.
دكتور ثابت، كنا بنتكلم عن تشكيل النادي الاهلي، قلت لي في تغيير في المراكز. يوسف سيد عبد العزيز كان بيلعب في وسط الملعب، النهارده بيتوظف في الباك رايت كظهير ايمن. امير علاء مواليد 2006، على فكره في اتنين لعيبه بس في الملعب هم اللي مواليد 2006 والباقي الفرقه 2005. احمد عبدين وامير علاء. الباقي 2006 في الاحتياطي. فهو اصرار كابتن علاء عبده ان هو يعتمد على مواليد 2005. نيجي لوسط الملعب عشان دي نقطه مهمه جدا. مين اللي بيغطي قدام الاثنين المساكين؟ احمد وحيد هو الارتكاز الدفاعي اللي هو رقم 6. وفي اتنين 8، احمد خالد كباقه وفارس خالد. الاثنين دول 8 هم اللي بيكملوا لقدام، هم اللي بيعملوا عمليه الاختراق ما بين الخطوط. والجناح اليمين محمد عبد الله 2005، النهارده مثلا هو بيفضل محمد عبد الله على عمر سيد معوض. في مركز الجناح اليمين حاطط عمر سيد معوض دكه وبادئ بيه محمد عبد الله. محمد عبد الله عنده ميزه التسديدات، دايما بيخترق لجوه. وعنده ميزه التسديدات وبيخترق لجوه وبيشوط. الناحيه الثانيه عمر خالد بيبو او عمرو خالد بيبو. عمرو خالد بيبو كان بيلعب اصلا باك رايت في بعض الاوقات، وبعض الاوقات بيلعب جناح. هو النهارده بيوظفه برده في مركز جديد، حطه كليفت وينج يعني جناح شمال. ناحيه الشمال هيبدا يخترق برده، هو ممكن يكون شايف ان هو عنده سرعات وعايز يعتمد على سرعات عمرو خالد بيبو ناحيه الشمال. وقدام المهاجم محمد رافت اللي هو كنا بنتكلم عليه السنه اللي فاتت ان هو كان هداف. جوكر. هو حتى لما جه هنا مع حضرتك في الاذاعه كنا اتكلمنا معاه. قال لي انا لعبت في كذا مركز، لعبت في الارتكاز ولعبت صانع العاب ولعبت مساك ولعبت وينج ولعبت بس انا قلت له حتى عشان تبدا ان انت تسمع لازم تجيب كل سنه توصل لعدد اهداف معين. الناس بدات تتكلم عليه ليه السنه اللي فاتت؟ لانه جاب 6 و8 اهداف في الموسم، 6 مع 2005 او 8 مع 2005، ولما تصعد 2003 جاب معهم 6 جوان. فطول ما انت بتجيب اهداف طول ما انت هتبدا تسمع اكتر وتمشي بشكل كويس. اقول لحضراتكم برضو ويا ريت نعرضه على الشاشه دلوقتي يا شباب، الجهاز الفني والاداري لفريق الاهلي مواليد 2005. حابب برضو اقول لحضراتكم يعني قائمه الجهاز الفني ونشوف مدى اهتمام النادي الاهلي. وبالمناسبه ده مش فريق 2005 بس، ده هتلاقيه موجود في 2003 وفي 2005 في كل الفرق المشاركه سواء في الجمهوريه او المنطقه او في البراعم. الجهاز الفني والاداري لفريق الاهلي مواليد 2005، الكابتن علاء عبده المدير الفني، كابتن محمد صلاح المدرب العام، كابتن تامر دسوقي مدرب حراس المرمى، كابتن عمار فتحي مدير اداري، كابتن احمد جبله طويل الفريق، محمد نحله مدرب احمال، عبد الله محمد مدلك، رضا الديب جهاز معاون، محمد عبد الكريم جهاز معاون. وعايز برضه اقف عند واحد لازم نديله حقه، كابتن تامر دسوقي مدرب حراس المرمى، ده واحد من المدربين المميزين. كنت بتابع امبارح برنامج ملك وكتابه وكانوا عرضوا يعني لقاء كان فاروق صلاح زميلنا مع حمزه علاء واحد من الحراس المميزين الصاعدين، واتكلم عن كابتن تامر دسوقي ودوره المهم معاه خلال السنين اللي فاتت ومدى الحاجات اللي اتعلمها من خلال الكابتن تامر دسوقي. لازم اديله حقه طبعا، كل الجهاز الفني الناس الباقيه ناس كلها ناس محترمه واجلاء. هقول لحضراتكم برضو عندنا قائمه اللاعبين المرشحين للمباراه يا شباب، نقول القائمه كامله ايضا. طيب خلاص اوكي الدكة. طيب نروح لفاصل، فاصل سريع، وبعد الفاصل نرجع لحضراتكم مره ثانيه عشان نستكمل التحليل الفني مع ضيوفي كابتن محمد حشيش والدكتور احمد سيف. اقول لحضراتكم ايضا تشكيل بلديه المحل. حراسه المرمى اسلام محمد ربيع، خط الظهر احمد كارم، محمد مجد الهنداوي، عطيه عوف واسامه اشرف. ثلاثي خط الوسط كريم فرغالي ومحمد ياسر الفي وعلي الامام. الثلاثي الامامي محمد حسنين هاشم، عبد الله سعد ومحمد سعد. الاحتياطي محمد المنشاوي، كريم السعيد، احمد وليد، عثمان وحيد، عبد العزيز محمد علي، فارس واحمد عبد العزيز وعبد الله ابو العزايم. ده تشكيل المحله وايضا الاحتياطي. كابتن حشيش بنبارك لبدايه المحله التواجد مره اخرى في الدوري الممتاز، واحد من الانديه الجماهيريه العريقه وايضا يعني تواجد الانديه في الدوري الممتاز بيدي فرصه لقطاع الناشئين والمواهب انها تظهر ايضا. اكيد طبعا بيشجع مجالس الادارات انها تهتم طبعا بالقطاع الناشئين عشان بيبقى داعم للفريق الاول. بنبارك طبعا لبلديه المحله على رجوع للدوري الممتاز والحاج محمود الشامي بقى وعيله الشامي يعني. وان شاء الله يعملوا يعني مستويات كويسه وعروض كويسه السنه دي. شعبيه كبيره طبعا في المحله. ايام المحله طبعا بلديه المحله قدمت لعيبه كتير ممتازه خلال فتره تواجدهم في الدوري الممتاز. نتمنى يعني يكرر ده تاني. المحله غنيه بالمواهب واللعيبه اللي على مستوى عالي واللي بنتقلوا حتى من المحله للانديه الكبيره. ف
فنتمنى لهم طبعا التوفيق، وهيبان النهارده ان شاء الله من اداء بقى الفرقه بتاعت البلديه مستوى بقى القطاع الناشئين يعني ان شاء الله. كان بالمناسبه كانت الاولى مباريات دوري الجمهوريه 2003 كانت انطلقت يوم الاحد الماضي كان ايضا امام بلديه المحله، كان المباراه كانت في بلديه المحله وقدر يفوز النادي الاهلي بنتيجه 1-0. دكتور ثابت زي ما احنا شايفين هو ده احماء فريق بلديه المحله دلوقتي في ملاعب الناشئين في مدينه نصر، ومراسلنا وزميلنا محمد توفيق يعني بلغوا لاعبي بلديه المحله انهم سعداء باذاعه المباراه وان الهواء منقوله على الهواء مباشره على قناه النادي الاهلي. شفناش التيشيرت ده من زمان. دكتور ثابت النهارده كابتن علاء عدوا تعليماته في بدايه المباراه، ممكن يقول ايه لعيبته وللتشكيل الاساسي النهارده ازاي هيكون الشكل في بدايه المباراه؟ اول حاجه لازم النهارده تنزل تبدا تحاول تجيب جون مبكر، تستغل ان بدايه الموسم ان المباراه على ملعبك وان انت تحاول تجيب جون بدري عشان تسهل المباراه من بدري. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه لازم هو النهارده مراهن على بعض اللعيبه في مراكز جديده وكان بيطبقها في فتره الاعداد لما كانوا عاملين معسكر في الاسكندريه، ففي واضح ان هو بيحاول يكتشف بعض اللعيبه زي ما قلنا يوسف سعد عبد الحفيظ ناحيه اليمين وعمر خالد بيبو ناحيه الشمال. خلي بال حضرتك هو عنده دكه قويه جدا يعني في بعض الاسماء في الدكه اقوى من اللي موجودين في الاساسيين كمان. يعني انت عندك في الدكه عمر سيد معوض اللي بره. عمر سيد معوض وحسام عادل. حسام عادل ده كل سنه هداف دوري الجمهوريه 2006. وفي سيف ايمن. سيف ايمن ده واحد من اللعيبه اللي عندها سرعات ممكن تستغله كباك رايت وممكن كوينج. لعيب كويس جدا. وفي برضو كذلك ابراهيم عادل ويوسف اسلام الاثنين الارتكاز بتوع 2006 ملعب. وسط ملعب. النهارده النادي الاهلي انا بشوف ان الميزه دلوقتي ان انت عندك وسط ملعب قوي قوي يعني فارس خالد وكباكا واحمد وحيد بيغطيهم ومعاك ابراهيم عادل ويوسف اسلام ويوسف سعد عبد الحفيظ، عندك سته في وسط الملعب ممتازين في الفرقه دي. كذلك الاجنحه. الاجنحه انت عندك محمد عبد الله، عندك عمر سيد معوض، عندك عمر خالد بيبو، عندك سيف ايمن، كل دول ممتازين. لكن هي بس النقص في الفرقه دي يعني في حته المهاجم نتيجه ان او المهاجم برده موجود كويس محمد رأفت وحسام عادل الاثنين كويسين ناحيه المساك المساكين تحديدا احمد عبدين وجنبه محمود لبيب المساك الثاني برده يعني نوعا ما فيها نقص شويه في حته المساك في الفرقه دي. وكذلك الباك ليفت عندك معتز محمد مع الدرجه الاولى وبوستانجي طلع مسموح فحته المساك هيبقى فيها احمد عبدين ومحمود لبيب وكذلك برده الباك ليفت امير علاء بس هو المتواجد. لكن باقي المراكز انا شايفها ما شاء الله في وسط الملعب عندك سته لاعبين كويسين تقدر تنوع كل ماتش ما بينهم لو حد اتصاب حد مثلا موقوف تقدر ان انت تنوع. وكذلك الاجنحه وراس الحربه. النهارده هو بيراهن على محمد رأفت تحديدا في بدايه الموسم، اكيد كل اللعيبه معاه لسه الموسم لسه طويل لسه هيعمل روتيشن، كل اللعيبه اكيد هتاخد فرص، مش معنى تواجد عمر سيد معوض على الدكه ان هو مش هيبقى ليه دور، لا ممكن ينزل الشوط الثاني وبعد كده يبدا باقي الماتشات، كذلك برضه حسام عادل وابراهيم عادل الاثنين التوأم اللي هم مبدعين مع 2006 مع تواجد الفرقه وتوالي الماتشات اعتقد ان هيكون ليهم دور مهم. هي في حاجه برضه لازم نشيد يعني بالكابتن علاء فيها وهي يعني صناعه الجواكر في الفرقه يعني شايفين صح. الاماكن اللعيبه بتلعب في اكتر من مكان فدي حاجه كويسه وتتناسب مع ظروف المباريات بعد كده ولو الناس دي اتصعدت للدرجه الاولى يبقى مهمه جدا نتيجه الضغط يا اسامه بيطلع لكولر بيلعب في كذا مركز غير ما بيلعب في مركز واحد مهمه جدا جدا لان دلوقتي اصبح لعيب المركز الواحد ده بيبقى يعني ايه بيبقى تحس ان هو ناقص حاجه لان لعيب الجوكر بيسهل على المدرب ولما تيجي في الاختيارات بيختار طبعا لعيب الجوكر قبل اللعيب اللي هو مركز الواحد عشان هيفيده سواء في التغيير لو هيغير من جوه الملعب او هيغير من الملعب بالظبط. في احتمال تاني كمان ممكن يكون عمر خالد بيبو راس حربه جنب محمد رأفت وتحتيهم محمد عبد الله اللي هي طريقه كابتن علاء عبده اللي هو 4-3-1-2 بس الشكل هو 4-3-3 ده هيبان طبعا في بدايه انا بتكلم على وقفه الثلاثه اللي قدام هل هتبقى جناحين ومهاجم يعني مثلا عمر خالد بيبو ومحمد عبد الله وقدام محمد رأفت ولا محمد عبد الله هو الراس المثلث اللي تحت والاثنين المهاجمين قدام هو ممكن احمد يبقى عامل لا مركزيه في حته النهارده في الثلث الاخير ده بالنسبه للثلاثه لان الثلاثه ممكن يلعبوا يعني ممكن زي ما انت بتقول عمر خالد يبقى جنب رأفت بالظبط كده جنب رأفت او رأفت الناحيه دي فهي ممكن يديهم الحريه في دي ودي بتبقى يعني اصعب على اي فرقه من ان يبقى فيه لعيبه متحدده راجل بيلعب ناحيه الليفت وراجل بيلعب ناحيه الرايت وراس حربه انما عمليه تغيير الاماكن دي في المساحه الاخيره بتبقى صعبه على المنافس يعني. طب الاثنين قلبي الدفاع كابتن حشيش احمد عبدين ومحمود وحيد النهارده بدايتهم تكون ازاي؟
طبعا او التعليمات يعني او ابرز لو انت النهارده بتقول لهم هتقول لهم ايه قبل المباراه؟ الف ب بدايه موسم بدايه اول مباراه في بطوله الجمهوريه لسه انا برضو ما اكتملتش اكيد برضو ناحيه اللياقه البدنيه والفنيه، فطبعا لازم اللعب السهل. اللعب السهل ده مهم جدا جدا عشان اكتسب الثقه بمرور الوقت. فلعب الكره السهله ما بيبقاش فيه حته في الأول زياده عشان ما تعملكش مشكله تاثر عليك في بدايه اول مباراه. طبعا احمد طالع متصعد مع من 2006 ل 2005 فبرضه نقله جديده ومع سن اكبر، فدايما السهل يعني دايما المساكين بالذات في المباريات الاولانيه العب السهل. بس تحديدا بقى السن نقطه 2006 و2005، انت النهارده بقى عندك منتخب 2006 خلاص دلوقتي منتخب 2005 بالظبط، فلازم اي لاعب يكون بيلعب خلاص. وبعدين مساله 2006 و2005 احنا بنشوف لعيبه دلوقتي في الدوريات الاوروبيه تلعب 17 و18 سنه. هو ما فيش كده بره يعني ما فيش عندنا احنا ايه 6 و7 و5 يعني ورا بعض دي ما فيش يعني بيبقى فيه صح. ففرق السنه ده انا شايف ان فرق السنه ده عادي خالص ما عادش ما يفرقش، ممكن يفرق في البراعم في الاعمار السنيه الصغيره، لكن في الاعمار السنيه الكبيره خلاص ما بقاش. كابتن اسامه ممكن واحد يبقى مواليد شهر 12 والتاني مواليد شهر 1 بينهم شهر هتقول ده سنه وسنه 2006 و2005 طبعا لا يعني. نجاح اي فرقه خط الوسط طبعا، طول ما عندك خط وسط قوي صحيح يقدر يمسك الملعب. شايف اللقطه دي معانا دلوقتي كابتن سيد عبد الحفيظ وحضوره النهارده مباراه اليوم من ملاعب الناشئين في مدينه نصر، النهارده جاي يتابع يوسف ابنه النهارده، وكانت عادته كمان وهو كان مدير كره في النادي الاهلي كان دايما متابع وبيجي يتابع المباريات، وطبعا بيسلم على زميلنا ومراسلنا محمد توفيق، والكابتن سيد موجود دلوقتي في ارض المباراه. النهارده شعوره كولي امر طبعا، جاي يتابع يوسف، جاي يشجعه، جاي يشد من أزره، ويظل الكابتن سيد عبد الحفيظ واحد من ابناء النادي الاهلي العاشقين في النادي الاهلي سواء موجود في منصب او مش موجود في منصب. هو ده النادي الاهلي وده اللي اتعودنا عليه دايما في النادي الاهلي. خلاص انت ادى دوره كمدير للكوره، دلوقتي طبعا هو جاي، هو كابتن سيد واحد من الناس اللي بتتابع ابنه طبعا يوسف بشغف يعني بيحضر كل الماتشات اللي هي بتبقى في اهلي مدينه نصر بيروح يحضرها. فطبعا تواجد ظهور الكابتن سيد طبعا واحد من الناس اللي هي المخلصه للنادي الاهلي والعشاه ومديرين الكره التاريخيين في النادي الاهلي ويظل كده يعني من احسن مديرين الكوره اللي جم طبعا طبعا يعني السنين الطويله طبعا. لا تواجده النهارده كمان في النادي الاهلي وبيحضر مباراه وكان في احدى الحفلات وسلم على الكابتن محمود الخطيب يعني خلاص يعني هو الامر مش ملاحظه كلام مش ملاحظه يا اسامه تفضل تستنى واي موقف النادي الاهلي انت خلاص تتكلم. كابتن سيد مش اكيد مش هيفضل على طول في مدير الكوره هو خلاص جات فتره وان هو ادى مهمته المدير الكوره بيشوف بعد كده بقى زي اي حد بيجي كمدير فني بيجي كمدير للكوره وده وكله يعني كله بيحترم راي النادي الاهلي راي مجلس اداره النادي الاهلي طبعا فده النادي الاهلي بتسلم بعض الثقه في القرار. شايفين الاستقبال هنا كابتن احمد ناجي المشرف حراس المرمى في النادي الاهلي في قطاع الناشئين واستقبال الكابتن سيد حفيظ يعني الناس كلها بتستقبله ازاي سواء عاملين او حتى مراسلنا او اللاعبين المشهد يعني ده بياكد عدم وجود اي مشاكل اي حاجه بعض القنوات والبرامج كانت بتقولها والكابتن سيد لا المشهد ده بينفي كل الكلام ده وتواجد الكابتن سيد داخل النادي الاهلي بياكد على لو في حاجه كان يتفرج على القناه. خلينا بقى نروح لوسط الملعب وانا كنت بسالك من شويه قلت دايما اي فرقه سر قوتها دايما في وسط الملعب احمد وحيق وعندنا سيد معوض ايضا جاي يتابع ابنه عمر سيد كل الماتشات هو كمان النهارده موجود على ما على الدكه على الدكه النهارده طبعا هو كابتن سيد معوض واحد من الناس اللي بتهتم بعمر جدا وحتى كان طلع معاه كذا مره فتره معايشات بره بيهتم بيه جدا فتواجده النهارده برضو ان شاء الله يكون ليه دور في الشوط الثاني عمر واحد من اللعيبه الواعده والمبشره اكيد بالنسبه وسط الملعب النهارده احمد وحيد احمد خالد كباقه فارس خالد بالنسبه لوسط الملعب شايف التوظيف والبدايه انت عندك 1-6 و2-8 1-6 يعني هو اللي الدفاع ارتكاز دفاعي زي مروان عطيه دلوقتي زي مروان عطيه والاثنين اللي بيكملوا ديانج وامام عاشور 6 ده هو احمد وحيد بالنسبه له الاساسي وبديله اسلام يوسف اسلام يوسف اللي هو صاحب القدم اليسرى اللي هو بيلعب مواليد 2006 يبقى احمد وحيد وبديله اسلام يوسف الاثنين الثمانيه اللي بيكملوا فارس خالد واحمد خالد كباقه اللي احنا ادينا له واحد من احسن اللعيبه في الموسم اللي فات في قطاع الناشئين نتمنى من احمد خالد كباقه ان هو يكمل وفارس خالد عنده ميزه التهديف وكباقه بيلعب برضه 6
يعني بيلعب ست صح. الحته السته دي بتاعته برضو الاساسيه صح. اللي هي بقى له فيها فتره كبيره. الاثنين يا كابتن محمد هدافين. فارس خالد بيكمل وكباكا بيكمل، وده الدور اللي هم لازم يعملوه النهارده بالزبط. لازم ان انت تضغط ضغط عالي ويكون ليك دور في الكره الثانيه. احمد خالد كباكا لعيب ممتع لما تتفرج عليه، ان شاء الله بننصح الناس ان هي تتفرج عليه، واحد من اللعيبه اللي لمسته للكره حلوه. وعنده ميزه التصويب والتسديد صح. والتسديد وبيلعب الباصات الطويله اللونج باس. فعنده مميزات كتير. ومين بدلهم؟ بيلعب حته الديفندر وحته الثمانيه ان هو بيكمل. مين بدلهم؟ ابراهيم عادل اللي هو مواليد 2006، ممكن برضه يكون ليه دور معاهم. فانت عندك في وسط الملعب ترسانه في وسط الملعب صحيح. تقدر هو عامل ستاره دفاعيه كويسه، وفي نفس الوقت برضه تساعدك في عمليه الضغط، سواء فارس خالد او احمد خالد كباك. وانت قلت كلمه كويسه يا احمد، اهم حاجه في الفرقه دي مع الكابتن علاء ان عندهم دكه قويه. يعني انت شفت الاسماء اللي احمد بيقولها، كل واحد موجود في الملعب اساسا، عناصر اساسيه النهارده معادهم على الخط عشان نستفيد بيهم ان شاء الله في الشوط الثاني. كابتن حشيش اخيرا عشان يعني وقتنا، من المفاتيح الهجوميه المهمه الظاهرين طبعا، الباك رايت الباك ليفت. يوسف سيد عبد الحفيظ النهارده بيلعب في مركز جديد باك رايت، وهو كان بيلعب قبل كده في وسط الملعب. وامير علاء بدايتهم النهارده نواحي الهجوميه التغطيات العكسيه، الشكل يكون ازاي؟ لازم انت بتلعب على ارضك في اول مباراه. علاء بيعتمد على طبعا الظاهرين في الانطلاقات الاماميه. هيبقى في انطلاقات ليوسف سيد عبد الحفيظ، وخصوصا ان هو كان اساسا لعيب نص الملعب، فعنده الحته التلت الاخير ده هتلاقيه في انطلاقات كثيره جدا، عنده تصويبات، عنده كرات عرضيه كذلك امير علاء. بس لازم يبقى بالتنسيق مع بعض، ما يبقاش الاثنين يعني في هجمه واحده هما الاثنين موجودين قدام، او يبقى في حد من الديفندرات مستني في حاله هجوم او في حاله تكمله اي حد من الظاهرين. يعني بشكركم شكرا جزيلا. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل هيكون معانا معلقنا المميز تامر عبد السلام، ونرجع لحضراتكم بين شوطي المباراه.